إن الإنسان أزلية إبداعي أبدعته لك فاجعلها رداء لهيكلك، وأحدية أحداثي اخترعتها لأجلك فاجعلها قميص نفسك لتكون مشرق غيومية لأبدية من الإنسان. أشرقت عليك النور من أفق الطور، ونفخت روح السناء في سناء قلبك، حفر نفسك عن الحجبات والظلمات ثم ادخل على البساط لتكون قابلا للبقاء ولائقا للنفع، كي لا أخذك موطن ولا نصب ولا لغو من الإنسان. قد مضى عليك أيام واشتغلت فيها بما تهوى به نفسك من الظنون والأوهام، إلا متى تكون راكض على بساطك؟ ارفع رأسك عن النوم، إن الشمس ارتفعت في وسط الزوال لعل تشرف عليك بأنوار الجمال ابن الإنسان. اصعد إلى السماء لكي ترى وصالي، لتشرب من زلال خمر لا مثال وكوب مجد لا زور ابن الإنسان. أدخل يدك في جيبي لأرفع رأسي عن جيبك مشرقا مضيئا للوجود، فؤادك منزلي قدس من نزولي، وروحك منظري طهارها لظهور ابن البشر، هيك الوجود عرشي أنظفه عن كل شيء لأستواء به وأستقرار على ابن الإنسان. أنفق مالي على الفقراء لتنفق في السماء من كنوز عز لا تفنى وخزائن مجد لا تبلى، ولكن وعمري إنفاق الروح أجمل لو تشاهد عيني ابن الإنسان. أنت تريد الذهب وأنا أريد تنزيهك عنه، وأنت عرفت غناء نفسك فيه وأنا عرفت غناء في تحديثك منه، وعمري هذا علمي وذلك ظنك، كيف يجتمع أمري مع عظمك من الوجود؟ لا تشتغل بالدنيا، لأن بالنار نمتحن الذهب وبالذهب نمتحن العبادة من الوجود. إن تحب هذه الدوة الباقية الأبدية وهذه الحياة القدمية الأزلية فاترك هذه الدوة الفانية تزال من الوجود. إن يمسك الفقر لا تحزن، لأن سلطان الغنى ينزل عليك في مدى الأيام، ومن ذلة لا تخف،